مشاهدينا ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودلوقتي هيكون معانا مصور صحفي موهوب جدا وعمل العديد من الأعمال وحاز على الكثير من الجوائز، هذكر منها جائزة شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين في مجال السياحة 2010، وجائزة أحسن مصور في القطر العربي في مسابقة مجلة العرب الكويتية عام 2008، وشارك في العديد والعديد من المعارض ومنها معرض ثورة 25 يناير. معانا النهارده المصور الصحفي طارق الجباس، مصور صحفي بجريدة اليوم السابع. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ طارق. صباح الخير يا اشرف، صباح الخير على كل المشاهدين الجمال. استاذ طارق، يعني بما ان احنا يعني في وسط الاحداث كده اللي بتحصل في الميادين وفي مجلس الوزراء، نزلت صورت حاجه امبارح؟ اكيد طبعا، المصور الصحفي لازم يشارك في كل الاحداث، وانا بعد الحلقه رايح اصور تاني نفس الحدث كنا بنصوره امبارح. يا رب بس يكون الحياه تبقى اهدى ان شاء الله. ان شاء الله يعني. اتمنى من المولى عز وجل ان العمليه تهدى، واعتقد ان الموضوع حاله الاحتقان قلت شويه وان شاء الله هتكون على خير، والشارع ده هينفض النهارده، واتمنى الصالح للجميع، للمتظاهر اللي بيطالب بحقه من حقوقه، واتمنى الصالح للدوله والنظام. قد ايه المصور الصحفي بيوصل لموقع الاحداث بسرعه؟ يعني البدايه بتبقى ازاي؟ نفسنا نفهمها. هل هو مثلا بيبقى ليكوا اعين او اماكن، يعني الجريده بناء على ايه الجريده بتكلمك تقول لك طارق الحق بسرعه في حدث كذا كذا لازم ننزل نلحق نغطيه؟ هو ممكن الجريده تكلفني بمهام عمل بمذكره تصوير عن طريق رئيس قسم التصوير او عن طريق رئيس التحرير، وممكن المصدر نفسه يتصل بيا مباشره لتغطية الحدث. وفي الأهم من ده كله استشعار الحاسة الصحفية عند المصور الصحفي أو عند المحرر الصحفي بوقوع الحدث، توقعاته لوقوع الحدث، لأن الحدث ما بيبقاش وليد اللحظة، بيبقى فيه برضو شرارة كده في البداية. المفروض أن الصحفي أو المصور الصحفي بيستشعر وجود هذه الشرارة، وبناء عليه بتوجه للحدث عشان يقدر عمليه يقدر يقوم بتغطيه كافيه للحدث بتتكلم عليه. طيب. سواء بقى كان من الجورنان بتكفيل تكليف، او من رئيس قسم التصوير بتكليف، او منك انت شخصيا بتروح تغطي الحدث. طب احداث زي اللي احنا فيها دي، حضرتك لما بتنزل تصور يعني ناس محتقنه جدا وبتضرب في بعض، حضرتك يعني ما بتاخدش مثلا طوبة بتصورهم يعني هم متضايقين، فاكيد مش هيبقوا مبسوطين خالص. هو ما فيش شك طبعا، احنا هنا بنعاني من حاجتين، بنعاني من ان المتلقي العادي في الشارع مش قادر يفهم ثقافه التغطيه الصحفيه، فهو على 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 طول الوقت متصور ان انا ضده، ان انا بصوره. كذلك برضو للاسف الشديد في الامن، في الامن السابق كان تملي في عداء شديد جدا ما بين كاميرا المصور الصحفي وما بين فرد الامن، لان هو بيتصور انه الكاميرا بتعريه او بتبين حاجات هو مش حابب ان هو يشوفها. لكن طبعا للاسف الشديد المصور بيتعرض لانتهاكات وضرب واهانه شديده جدا، سواء قلنا من قبل الامن او البلطجيه او من انصاف المثقفين. وشفنا طبعا حالات كتيره جدا، شفنا زملاء لينا عينهم راحت، في شفنا زملاء اتضربوا بالنار زي الاستاذ حسام عواجه زميلنا اتضرب بالنار، زي عبد الله زكريا دوما زميلنا اتضرب بنار، واخرهم طبعا الاستاذ مجدي هنري. محدش بياخد الفيلم مثلا بتاع الكاميرا او طبعا هي بتبقى في مهاره شويه في المصور، انه اول ما بيحس ان في كروس عليه او في كروب للقبض عليه على طول بيروح شايل. هو دلوقتي مفيش بيعملوا ديليت في بقى في كارت ميموري، على طول بيروح شايل الكارت الميموري وحطه في جيبه، وعلى طول اول ما بيتقبض عليه بيقول له انا لسه ما ركبتش الكارت، بيقلب في الكاميرا ما بلاقيش الكارت، لكن ممكن الكارت احطه في الشراب، احطه في اي مكان، لان الكارت ده هو روح الليله كلها. هو العمليه كلها. فطبعا مره تانية نرجع لموضوعنا، زميلنا مجدي هنري للاسف الشديد هو مصور عظيم جدا في جريده الدستور، تعرض لانتهاكات وضرب امبارح لدرجه اتعمل له عمليه جراحيه امبارح كمان، وتم تحطيم كاميرته وتحطيم معداته من البلطجيه ومن الامن كمان، لان لانه اتوجد عشان يقدر يصور الحدث. محدش عايز ينقل الصوره. محدش عايز ينقل الصوره للاسف الشديد. طيب استاذ طارق، خلينا بقى نخش في استاذ طارق نفسه الضيفي بقى. أيوة يعني خلينا حضرتك بقالك قد ايه مصور؟ اولا انا شاكر ان انا معاكم في برنامجكم الجميل، يعني منورنا حضرتك. كان برضه انا مصور صغير ومش حد جامد قوي عشان ابقى نجم معاكم زيكم نجوم كده في البرنامج، فانا شاكر طبعا وجودي معاكم 100%. انت اللي منورنا. الله يخليك، شكرا استاذ اشرف. انا في التصوير قديلي اكتر من 20 سنه، لكن في التصوير الصحفي اكتر من 7-8 سنين في المجال الصحفي. التصوير الفوتوغرافي ليه اكتر من شعبه،
ممكن اكون مصور فوتوغرافي، ممكن اكون مصور اعلاني، ممكن اكون مصور وثائقي، ممكن اكون مصور صحفي. تمام. كذلك التصوير الصحفي بينقسم لعده اقسام. فانا الحمد لله شغال مصور. طب استاذ طارق، اكيد يعني خبرتك الشخصيه في التصوير لمده 20 سنه حصل لها يعني كميه ضغط كبيره جدا في اخر سنه اللي هي 2011. بالظبط. يعني متهيألي انت شغلك اللي فات ده كله كوم، والشغل الحالي اللي هو من اول ثوره 25 يناير لحد دلوقتي دي كوم تاني، ده متهيألي اكيد لكل مصور. اكيد يا استاذ اشرف، طبعا هي ثوره 25 يناير ولدت قطاع عريق جدا من المصورين الصحفيين، لحتى المتلقي العادي بقى اصبح مصور صحفي. المتلقي العادي في الشارع اللي معاه الموبايل بيصور. الموبايل ده بيصور بيه، ممكن يعمل يبقى مصور صحفي بروفيشنال. نعم. لكن انا لو هتكلم بتقنيه شويه، انا كنت شغال في جورنان الدستور في البدايه. جورنان ده كان معروف انه كان معادي شويه للنظام، لانه كان معارض صرف. طبعا كلنا عارفين كتابات استاذ ابراهيم عيسى. نعم. فطبعا كنا بنتعرض برضه في السابق في 2007 و2008 لبعض المضايقات الامنيه لمنع التصوير، لان احنا كنا في جورنان معارضه. نعم. واعتقد احنا الحريه الاعلاميه ديت ما حسيناهاش قوي غير بعد ثوره 25 يناير. كويس. بعد ثوره 25 يناير كنا متصورين ان احنا شغالين بازمه، لكن طلعت الازمه اكبر بقى. النهارده في مصور عينه بتروح، النهارده في مصور بيتضرب بالنار، النهارده في مصور بيتسحل. وانا ما كسبش لو قلت لك ان انا اتعرضت للضرب اكتر من مره، واتسحلنا كمان وتحطيم الكاميرات. وعلى الرغم ان معظم المصورين الصحفيين الكاميرات بتاعتهم دي كاميرات شخصيه، وانت اكيد تعرف اسعار الكاميرات واسعار اللينسز دي اسعار غاليه جدا. طبعا المصور بيضطر يجيبها على حسابه الشخصي، لان هي الكاميرا بتبقى زي ابنك كده، في علاقه حميمه بينك وبينها. طبعا. لكن للاسف الشديد برضه تعرضنا لانتهاكات جامده جدا، سواء من امن من الامن او من احيانا قلنا المتظاهرين اللي هم انصاف المثقفين. تمام. وخلينا نعترف ان في بعض البلطجيه اللي موجوده بجوار المتظاهرين اللي هم مش حابين ان هم يظهروا في الصوره، فبيضطر ممكن هو نفسه يقبض عليك، يكسر لك الكاميرا، يقطعها، يكسرها، يقطع لك هدومك، يضربك. فطبعا كلنا حسينا بانتهاكات شديده جدا على المصور الصحفي في احداث 25 يناير وما بعد احداث 25 يناير. لان للاسف الشديد الصحفي المصور الصحفي هو ظاهر انه صحفي، انه معاه كاميرا. اما الصحفي مش باين، هو واقف وسط الناس وبيسجل بعينه وباذنه. لكن انا لازم اسجل زي ما انت عارف بالكاميرا. صح. واكيد طبعا الساده المصورين الفيديو الزملاء اكيد برضو تعرضوا لانتهاكات كتيره جدا في الاحداث الاخيره. تمام. فالاحداث الاخيره مصر شهدت من وجهه نظري، بصرف النظر عن 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 قيمه حدث الثوره، لكن هو اتكلم على الناحيه المهنيه. حادث ثوره 25 يناير هو اهم حدث في تاريخ مصر منذ مش عارف اقول ايه، مش عايز اقول رقم ابالغ فيه، يمكن من اخر 100 سنه. اهم حدث في تاريخ مصر هو حادث ثوره 25 يناير اللي شهد وجود اكثر من 5000 مصور صحفي من جميع انحاء العالم. نعم. اتواجدوا هنا في مصر. تمام. بيغطوا اهم حدث في الشرق الاوسط. تمام. حضرتك كنت مصور فوتوغرافي عادي، دلوقتي مصور صحفي، عايزين نعرف ايه الفرق بين الاثنين. انا كمصور فوتوغرافي انا بصور الناس اللي عايزه تتصور. بصور ناس ثابته. اما المصور الصحفي في الغالب بصور ناس مش عايزه تتصور. ناس عايزه تضربك. بالظبط كده. بالاخص كمان ان انا اخترت، يعني ايه، المفروض كنت انا مصور فوتوغرافي الاول. بصور ارت وحفلات وكلام زي كده، المفروض لما اجي اشتغل في الصحافه اشتغل مجتمع بقى واشتغل فن. لان تملي المجتمع والفن هو عايز المصور. التطور بقى خلاك غصب عنك. لا انا قلبت خلاص، انا قلبت. بس غصب عنك ولا حضرتك اللي حبيت؟ لا انا حبيت كده بصراحه، انا حبيت ان انا اشتغل. طيب. مصور ميداني اكتر في قسم السياسي والحوادث والكوره طبعا. طيب استاذ طارق، انت جايب لنا مجموعه صور. يا ترى معانا على اما تعرضوا مجموعه صور كده جميله للشباب. خلينا نشوف اول صوره من الصور. دي صوره سيدة طبعا واضح شكلها حزب الحرية والعدالة، وهي انتخبت، وشايفين الباك جراوند وراها هي الكنيسة. ده هو غالبا مش حرية والعدالة، دول غالبا السلف. السلف يعني ممكن عشان السلف منقبات. صح. هو منقبات الحرية والعدالة اكثرهم خمار فقط. تمام. اما المنقبات بيبقى هما سلفيين. وطبعا فعلا الصورة دي سلفيين، لان الراجل ده انا دردشتش معاه شوية. فهو بيدي علامة النصر بانه السلفيين
انتصروا في الانتخابات، هنلاقي مواطن عادي خالص كده جايب ابنه بقى، لانه الانتخابات بالنسبه له كانت مظهر كده زي عيد او او حاجه جميله. ده احد النواب، النائب سالم شنب عن دايره جنوب الجيزه العياط تبع الكتله. طبعا ده مواطن عادي بسيط كان سعيد ان هو انتخب وبيدي علامه ان هو انتخب، بوري صباعه ان هو انتخب. ده زميلنا سيد شاذلي وكل الساده الحقوقيين بتاع منظمه حقوق الانسان اللي قاموا بتنظيم الدوائر الانتخابيه في كافه المحافظات. انت نزلت كم مره تتصور الانتخابات؟ كل يوم بنزل، كل يوم، كل يوم لازم كل اثناء الانتخابات كل يوم لازم انزل كل يوم. هل الملاحظه اللي احنا شفناها في كثير من الصحف وكثير من وسائل الاعلام ان كميه الستات كانت كميه غير طبيعيه عن الرجاله؟ هو تلاحظ فعلا حضور من عنصر النسائي، حضور عالي جدا. وده مش للناس خايفه من موضوع ال 500 جنيه او غيره. لا، هي الناس حابه ان هي تنزل، حابه الروح الجديده. الروح الجديده. وتعرفين طبعا الستات يعني عندهم وقت فاضي شويه عن عن الرجال. ممكن يكونوا كانوا في الشغل مثلا. بالظبط كده. زي ما احنا شايفينه، حتى الطفل بيرفع صابعه مع مامته برضو ان هي ينتخب، بيتمنى ان هو كمان ينتخب. شفنا اكتر من صوره مختلفه لاكتر من حدث مختلف. الست الكبيرة ده حضرتك كان فين ده؟ دي تحديدا كانت في حلوان في دايرة جنوب. وشايفين الست بعد ما انتخبت اهيت، وادي كمان واحدة ست في الطلبية في منطقة الجيزة برضو بعد ما كانت رايحة تنتخب فرحانة واخدة البيبي معاها. برضو شايفين قطاع عريض جدا من السلفيين خرجوا وانتخبوا. نعم، لان قلنا ان بعد ثورة 25 يناير بقت الانتخابات الصوت مش مهدور، الصوت معروف هو رايح فين، والصوت موجه وهو رايح فين. فاذا كانت في بعض التجاوزات البسيطه في الانتخابات برلمان 2011، الا اني اؤكد انني شفت بعيني انها انتخابات نزيهه بنسبه 99.9%. بس مش النسبه دي بتاعت زمان. ايوه بتاعت دلوقتي. اكيد في فرق. طبعا. تمام. يعني هو واضح انه احنا اكتشفنا في صوره هنا احب اقول عليها، صوره عدت هنا. اني صوره؟ صوره الامين العام لحزب النور كان بيحضن مرشح حزب الكتله. طب دي صوره، دي كانت صوره جميله قوي نشوفها. علاقه حميمه جدا. ما بين عبد العزيز فيصل اللي هو كان ابو دقن ده بي بي بيحضن احد المرشحين اللي هو عبد الغفار شنب. هي دي. ها، شفت قد ايه في علاقه حميمه جدا ما بين الكتله وبين السلفيين. ايوه لان هي بتربطهم اعتقد نسبه قرابه كمان او صله، لكن هم كلهم بيشاركوا في العمل السياسي. نعم، وكله عايز يخدم البلد. يعني ما حدش يخاف. لا، ما حدش يخاف كلنا مع بعض. يعني انا عايز اقول ما حدش يخاف. تاكد ان اللي بيحصل ده هو كله في صالح البلد، وكله ده بينم في الاخر ان احنا هنشوف حاجه افضل وهنشوف صالح عام للمواطن. واعتقد ان شاء الله ان مصر بتمر بمنتقل خير. تمام. وخير على كل المصريين. المصور الصحفي الاستاذ طارق الجباس، مصور صحفي بجريده اليوم السابع، نورتنا يا فندم. شكرا. وربنا يحفظك من كل شر. يعني نتمنى لك التوفيق ان شاء الله في مجالك، وتجيب لنا صور كده وحقائق اكتر واكتر. شكرا جزيلا ليك يا فندم. شكرا يا فندم، وانا سعيد جدا بدرجة. بنشكر حضرتك جدا. مشاهدينا، هيكون معنا دلوقتي تقرير عن معرض الى المدرسه. اقيم بالقاهره معرض الى المدرسه في دورته الثامنه لتعريف المواطنين باحدث نظم التعليم في مصر. مشاهدينا، تابعونا بعد الفاصل.